قوات سوريا الديمقراطية تتوقع توغلا بريا تركيا في مناطق جديدة شمال شرق سوريا. القوات ذات الغالبية الكردية أبدت استعدادها لصد أي هجوم تركي، وطالبت واشنطن باتخاذ مواقف أكثر صرامة لإيقاف أي هجوم محتمل، مؤكدين انفتاحهم على السلام مع تركيا. تطورات جاءت بعد تقارير أمريكية تحدثت عن صعوبات تعترض تقارب أنقرة مع دمشق، وبأن الخطاب التركي انتهك المطالب السورية الرئيسية، بما في ذلك رفض الانسحاب من سوريا والإصرار على المنطقة الآمنة. مواقف غير واضحة اليقين حتى اللحظة، خاصة فيما إذا كان أردوغان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه نحو شمال سوريا أم نحو دمشق. هل باتت المواجهة العسكرية أمراً حتمياً؟ نرحب بضيفينا من إسطنبول، مدير مركز إسطنبول للفكر دكتور بكير أتاجان، ومن القامشلي ينضم إلى الكاتب والباحث السياسي هوشينك حسن. أهلا بكما. أبدأ معك سيد هوشينك حسن، ما هي مخاوفكم الآن فيما يتعلق بهذه العملية البرية المحتملة التي تهدد بها أنقرة، خصوصا وأن هذه المنطقة شهدت 4 عمليات عسكرية سابقة؟ نعم، مساء الخير. يعني ساعة الرمل تشير إلى قرب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، ولكن استطلاعات الرأي تشير إلى نتائج غير سارة للمعسكر الحكومي الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان. لذلك تارة تراه يعني يتحدث عن تطبيع العلاقات مع دمشق، والتي هو نفسه كان قد وصف الرئيس السوري بالديكتاتور والقاتل لشعبه وكذلك للفاقد للشرعية، وتارة تراه يعني يرسل جنوده بعمليات عسكرية في إقليم كردستان العراق، وكذلك يتحدث عن عمليات عسكرية برية هنا في داخل الأراضي السورية. في يعني هذه التهديدات هي بلا شك ليست تهديدات جديدة، والمحاولات التركية لا تزال مستمرة للحصول على الضوء الأخضر لشن هذه العملية البرية ضد قوات سوريا الديمقراطية. بلا شك أي عملية عسكرية ستكون لها نتائج كارثية على الاستقرار في المنطقة. الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستتأثر بشكل كبير نتيجة هذه الحرب. يعني الإحصاءات تشير إلى تزايد نشاط التنظيم في سوريا وخاصة في شمال شرقها في العام الفائت. تركيا تتحدث عن حماية أمنها القومي، وكذلك تتحدث عن محاربة الإرهاب، ولكنها جبهة النصرة هيئة تحرير الشام تتواجد في إدلب، وهناك معابر مفتوحة وعلاقات يومية بين الطرفين. تنظيم حراس الدين وكذلك جبهة النصرة المصنفان على قوائم الإرهاب العالمية، تركيا لا تتخوف منهما، ولكنها تتخوف من قوات سوريا الديمقراطية، والتي يشهد العالم ويقول العالم أجمع بأنهم شركاء للتحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية، إلا تركيا تعتبرهم إرهابيين وتصر على بدء هذه العملية التي ستزعزع استقرار هذه المنطقة بالدرجة الأولى. سيد تحدثت حسن عن عمليات تركيا سابقة بعد 3 أيام. اسمح لي سيد هوشينك اسمح لي فقط أشرك أيضا الدكتور بكير أتاجان. سيد أتاجان، استمعت إلى ما قاله السيد هوشينك حسن. هل التهديد التركي بعملية برية محتملة وشيكة أمر واقعي، أم تراه دعاية كما كان يقول السيد هوشينك حسن للتغطية ربما على تراجع أردوغان وحكومته؟ مساء الخير، تحياتي لكم. أهلا بك. أولا لابد الإشارة إلى نقطة هامة، كما أشرت قبل قليل هناك 4 عمليات جرت، وهذه العمليات جرت لماذا؟ لحماية تركيا أمنها القومي. لا توجد لا انتخابات ولا من يحسنون في هذه الفترات التي قامت في هذه العمليات. إذن إذا كانت هذه العملية الخامسة كما يدعى من أجل الانتخابات، وأيضا شيء مضحك جدا لأن ليست لها علاقة، بالعكس سوف تكون يعني غير جيدة لصالح الحكومة. لماذا؟ لأن في حال استشهاد أي شخص من الجيش التركي تكون لها انعكاسات سلبية على الناخبين لصالح حزب العدالة والتنمية ولصالح أردوغان. لذلك ولا بد في حال أصبحت هذه العملية العسكرية أن تكون هناك شهداء، وهذه أمر حتمي. فإذا
الخاسر في هذه العملية في حال يعني جاءت الآن أو في المستقبل الحكومة التركية وعلى رأس أردوغان. لذلك أعتقد بأنها حجج غير منطقية. ثانيا نقطة هامة، يعني للأسف الشديد ضيفك يقول بأن تركيا هناك إرهابيين آخرين ولم تفعل شيئا، ولكن تصر على محاربة الإرهاب وعلى رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي حزب العمال الكردستاني، لأنهم واحد لا يختلفون شيئا حتى بكل شيء، ولكن ينسون شيئا بأن يعني هم الذين إلى الآن نفذوا عمليات داخل مدينة حتى إسطنبول وصولا إلى مدينة إسطنبول، لا أقول بالمئات ولا بالعشرات، أقول بالآلاف الذين قبض عليهم داخل الأراضي التركية تأتي من هذه المناطق التي تمركز فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية حزب العمال الكردستاني التي هي إرهابية في الأمم المتحدة، في الولايات المتحدة، في الدول الأوروبية وفي تركيا، وموضوع في قائمة الإرهاب. يعني الإنسان يحارب من يحاربه أم نعم إذا كانت نعم هناك إرهابيين في شمال سوريا، ولكن أليس البداية أن تكون من الخطر الذي يعني الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا هي الآن حزب العمال الكردستاني، حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية قسد ومسد وأخواتها التي هي يعني نعم معروفة مرتزقة في يد إيران، مرتزقة في يد النظام، مرتزقة اسمح لي سيد أتجان. في يد روسيا، مرتزقة في يد يعني الولايات المتحدة. نعم سيد أتجان اسمح لي، غريبة صراحة. يعني سيد هوشنك اسمح لي فقط بالسؤال، إذا الحسابات الانتخابية كما أشرت قبل قليل قد لا تساعد أردوغان بشن عملية برية شمال سوريا، هذه الحجة كما يقول لك السيد أتجان واهية، ما رأيك؟ على العكس من ذلك، يعني هناك مشاكل كثيرة الآن في الداخل التركي. الليرة التركية هي في أسوأ أيامها، مشكلة اللاجئين وكذلك التضخم في الاقتصاد، بالإضافة إلى يعني المشاكل في السياسة الخارجية لدى تركيا. لذلك كل ذلك هي عوامل سيحاول حزب العدالة والتنمية وكذلك الرئيس أردوغان بالتغطية عليها، عندما يعني تدعي بأنها تتعرض لهجمات وأنها منشغلة بالحرب ضد من تسميهم الإرهابي. يعني مفارقة صراحة هي غريبة يتحدث بها الضيف السوري التركي، وهو يقول يعني العالم بأكمله يشهد بأن قوات سوريا الديمقراطية هي رأس الحرب ضد الإرهاب وضد تنظيم داعش، تنظيم داعش الذي كان على الحدود السورية التركية، ولكن حينها تركيا لم تكن تتحدث عن محاربة الإرهاب، تركيا كانت مرتاحة. على العكس من ذلك، تركيا هي التي سهلت دخول الإرهابيين من أوروبا ومن جميع أصقاع العالم إلى داخل الأراضي السورية. تنظيم داعش كان في مدينة تل أبيض على سبيل المثال، المعبر كان مفتوحا وكان مئات العناصر والمسلحين والإرهابيين يخدمون تحت أنظار القوات التركية، ولكن حينها تركيا لم تكن خائفة على أمنها القومي. بالحديث عن يعني بالحديث عن هذه العمليات التركية، يعني تضعيني أكمل هذه النقطة. التقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش الذي تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش والتي ربما سيعتبرها الضيف هي أيضا من أحد أفرع حزب العمال الكردستاني، تحدثت اليوم صباحا هناك تقرير قالت بأن تركيا تقيد حرية المدنيين في المناطق التي تحتلها داخل الأراضي السورية. عملية تركيا في عفرين أدت إلى نزوح وتهجير أكثر من 300 ألف شخص من المدينة، كذلك العملية في رأس العين وتل أبيض أدت إلى تهجير أكثر من 250 ألف شخص. ما هي المنطقة الآمنة التي تتحدث عنها تركيا؟ لذلك الحسابات هي حسابات انتخابية، تركيا تسعى للهروب من المشاكل الداخلية وإشغال الرأي العام التركي الداخلي بما تسميه محاربة الإرهاب. سيد أتجان، يعني في نهاية المطاف منذ عام 2016 وتركيا تشن عمليات عسكرية في الشمال السوري، ثم 2017 ثم 2019 ثم 2020 لتحقيق هذا الأمن في المنطقة العازلة بعمق 32 كيلومتر، يعني ألا تعتقد بأنه كل هذه العمليات كانت لأسباب سياسية في نهاية المطاف؟ لماذا لم تحقق تركيا هدفها
من خلال 4 عمليات لتستكملها بعملية برية؟ سيدتي العزيزة، هذا يكون ربما قسم جواب لسؤالك، والقسم الآخر ردا على التعقيب التي قدمه ضيفك الكريم قبل قليل. العمليات التي جرت كانت هناك يعني في النهار داعش، وفي الليل كانوا قسد ومسد، لأنهم في شراكة معروفة دوليا مع هؤلاء الإرهابيين. عندما دخلت تركيا إلى الباب وطهرتها، كانت هناك في داخل تركيا قبل هذه العمليات يوميا في مطار اسطنبول في اللوالي الليلية في النيادي اللولية في اسطنبول، وفي الأخير التي جاءت في شارع الاستقلال كانت مدبرة سابقا ولكنهم من حزب نفوا داعش. ولكن الآن نلاحظ بأن هم نفوا ذلك، ولكن أنقرة تريد ربط هذا ما حدث في منذ أشهر بقوات سوريا الديمقراطية. هم أنكروا ذلك، شيء بديهي. يعني لو هؤلاء الذين قبض عليهم كلهم لهم علاقة مباشرة، وأعطيك مثالا يعني كل هذه التلفونات وكل هذه الاتصالات، هذه التلفون الذي أخفتها رواية عندكم، رواية هذه رواية تركية، نعم رواية تركية. أنتم معروف عليكم من أنتم، أنتم الإرهابيون المرتزق والعالم رواية تركية تماما. ماذا فعلتم في الشيوخ؟ يا سيد أتجان، منطقة الشيوخ، سيد أتجان، منطقة الشيوخ، من شرد أهاليها؟ على فكرة سيد أتجان، أليس حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدات الشعبية شردوا شعبها؟ أين هم منطقة الشيوخ هؤلاء العائلات والقبائل العربية؟ يعني الضيف يمثل ما تريد. دكتور بكير أتجان اسمح لي، دكتور بكير أرجوك، يعني طبعا. حقيقة أترجاك تفضل. لما نكون في حوار أرجو أن يعني أن نجري هذا الحوار بهدوء. المشاهد يسمعنا الآن يريد أن يفهم بالصريخ، مش رح يفهم. ولكن شيء. ضيفك يقاطعني ولن تقولي طيب. شيئا له. طيب تفضل. أعود إلى السيد حسن لأنك أخذت كفاية من الوقت. سيد هوشنك حسن طيب تفضل. يقول بأنكم إرهابيون، على الرغم من ذلك الولايات المتحدة تدعمكم لوجستيا وبالسلاح منذ سنوات، هل ما زال الدعم نفسه كما كان؟ يعني حسنا، إذا كان الضيف يعتبر قوات سوريا الديمقراطية إرهابية، حينها الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، العالم كله يعتبرها، و 79 دولة معروفة موضوع في قائمة الإرهاب. الدول العالم كله إرهابي حينها. حسنا، لا أحد يعتبر قوات سوريا الديمقراطية والعالم بأكمله يعترف بأنها رأس الحربة في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية إلا تركيا التي ساعدت ولا تزال تساعد تنظيم داعش الإرهابي المصنف على جميع قوائم الإرهاب في العالم إلا تركيا. يعني هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، هي تعرف أي هذا الدعم أين يستخدم وكيف يستخدم. دعينا نعود بالتاريخ إلى الوراء. تركيا، الولايات المتحدة ساعدت مصالح الولايات المتحدة تركيا، ولكن ماذا فعلت تلك الفصائل في العام 2013؟ تلك الفصائل باعت سلاح سلاحها وعتادها لجبهة النصرة الإرهابية. طيب. حسنا، حينها هناك علاقة عضوية بين الجيش الوطني الموالي لتركيا وجبهة النصرة التي تتواجد على الحدود السورية التركية، وكذلك تنظيم داعش الإرهابي الذي قدم الآلاف من عناصره الإرهابيين من المطارات والمدن والمعابر والحدود التركية. كل ذلك يؤكد بأن تركيا لديها مشروع، هي تسعى للقضاء على الكرد سواء هنا في سوريا. طيب. وكذلك نعم في سيد هوشنك، اسمح لي سيد هوشنك يعني حسن، ولأجل ذلك تركيا ذهبت طيب سيد هوشنك حسن، وضحت صورة وجهة نظرك، عفوا آخر دقيقة أعطيها للسيد بكير أتجان فيما يتعلق بهذه العملية العسكرية البرية المحتملة. أشهر وأردوغان يهدد بها، يعني لماذا لم يباشرها؟ لأسباب أولا سياسية وعسكرية في نفس الوقت. إذا كان حصل هناك تطبيع مع الأسد واستلمت الأسد هذه المواقع التي حسن تسيطر عليها، فهنا لن تكون عملية عسكرية، لأنها تكون تحت سيطرة قوات النظام الأسدي. وإذا سيد بتجان، إذا أردوغان يريد تسوية، يساوم في نهاية المطاف ككل سياسي. نعم، ولكن إذا لم
تحاول هذه القوات النظام في استلام هذه المناطق تتركها شكراً. للإرهابيين للمرتزقة فمصيرهم التدخل من طرف تركيا لابد منها. شكرا بكير أتجان. دكتور بكير انتهت الدقيقة. دكتور بكير أشكرك. نعم شكرا لبكير أتجان من اسطنبول. أشكر أيضا الكاتب والمحلل السياسي هوشنك حسن من القامشلي. شكرا جزيلا لكما.